فنان ولو عين تالتة طول عمره، على قد فن ربنا يزيده. رسام جميل شاف الحياة بقلبه، طلعت لوح مرسومة من إيده. دكانه عامر باللوح والفن، تدخل تلاقي الصور حواليك في كل مكان، ليلى مراد وفريد سعاد حسني والفن كله، حليم وسومة كمان. بالرمل يرسم ساعات، بالفحم يرسم ساعات، عاش عمره بين الناس والريشة والألوان. إيه الجمال ده كله؟ دي حاجة. الفن الجميل ده. الله يخليك. أنت بقالك كام سنة هنا في سيدة زينب يا عم رأي؟ بقالنا أكتر، أنا والوالد 50 سنة. 50 سنة. دي اللوحات بقى اللي أنت عاملها كلها يا عم رأي؟ إن شاء الله بإذن الله. يعني الواحد ميري منيب تجنن. حلوة قوي. كلها يعني الصورة بتاعتها بسيطة جدا. أنت ناقلها من صورة. بالظبط. ناقشها من صورة. بالظبط. طب واللي فوق رشدي أباظة. أليسا. دي أليسا. أنت حاطط بقى النضارة. بحاول أدخل يعني الإكسسوار مع. أنت بتحب الإكسسوارات. زي اللوحة مثلا دي اللي هي اللي فيها التربر والخرز. بالظبط. اليشمك. اليشمك. والكانفال القديم ده انت اللي حاطط برضو فيه؟ لا بلونه بقى، بلونه يعني بضيف عليه الوان انا بقى بتاعت العصر بتاعنا. طب وايه حكايه الازاز دي؟ الازاز دوت بيعمل يعني تمثال جوه ازازه. يعني انت مدخل الحجره دي جوه ازاي؟ من الفتحه دي طبعا. اما تخلص التجربه كلها هقول انا عملت 1 2 3. لا مش لازم تقول. هو الانسان بقى يتفرج كده ويحاول يفهم بقى دخلت ازاي. بس هي كذا دي تجارب، فعملت 100 واحده انا الاجانب بتاخدها على كده، بس انا بحاول اكتب عليها حرف. اكتب عليها. وايه اللي هي فيها صوره انسان دي؟ دي صوره يعني تتحط في الميه، ممكن نحط فيها برفان او ميه. دي حاجة أنت مسقط الصورة جوه منها. بحس إن بتحب أنت الأشياء الصغيرة. جميل المحل يا عم. الله يخليك. ده البرونز بقى، برونز سريع بقى. دي خامات أنت بتستعملها. يعني مثلا البرونز كده. مثلا دي بتبقى الأجانب مثلا. لاف مثلا. ماشي. لو عملنا كده. الله. عملنا كده. والله انت رايق قوي يا عم رأف. الله. ده لاف خالص. حلوة قوي يا عم رأف. ممكن اي حاجه بتبقى ذكرى بقى وحاجات من دي يعني. طبعا. وبعدين بتنشف بقى تفضل ثابته على طول. تبقى حلوه. هتدهاني دي؟ ده طبعا من غير حاجة. طب اكتب لي رشا كده. جميل. لون بقى. كده عشان ايه انا ما انساكش برضه. ان شاء الله باذن الله. الله. جميلة يا عمرة. الله يخليك. جميلة. سلم إيدك وسلم ذوقك وربنا يخليك ويحفظ لك روقانك وفنك. الله يخليك. طيب.